فيني أعيش من دون سيف دعمي، بس أنا ما بدي إياك تتأذى بسبب هذا الشيء، وما بدي علي أعتبرك عدوه بسببي. لهيك رح خلص عليه. أنا يلي رح أقتلك أويغار، أنا رح أقتلك وسكر الموضوع. قتلني عمي، قتلني، ما أنا أساسا ميت. يلا ليش واقف؟ أوصني. شيل هالمسدس وحاشتك ولدني. أنا رح أقتله لعلي، رح أقتله لحتى نرتاح. وقف، لك عم قلك وقف. هيك ما بيصير بهالطريقة. أنت اللي رح تخليه يقتلك، وأنا ما رح أسمح لحدا بهالعالم إنه يقتلك يا أويغار. أنت مو بس ابن أخي، أنا بعتبرك ابني كمان. وانت كمان مثل ابي يا عمي. بعد ما توفى ابي انا اعتبرتك بمقامه، مظبوط؟ أويغار اسمع ابني، علي ما بيشبه أي حد عرفته طول حياتك، ولحتى تقدر تخلص منه لازم تفكر بخطة ما فيها ولا غلطة. ما فيك تغلب شخص ما بتعرفه أويغار. أنا بعرف إنه نقطة ضعف علي هي أخو الضايع، وخبرتك بهالشي من قبل، ولازم نعرف كل شي عن نقطة ضعفه هاي لحتى نتصرف. طيب عمي، بس إذا خطيت خطوة غلط وقتها لازم تعرف إنه نحن الاثنين حنموت. أنا سيفدا. أنا علي. تشرفنا. سيد أويغار، أهلا وسهلا. لما أنت اتصلت فيني أنا كنت عم جهز الفطور. بدك نفطر مع بعض؟ تركيني من الفطور هلأ، قليلي لشوف شو اللي بتعرفي عن علي. أنا ما كتير بعرف عنه شي، بس حسب معرفتي أنه بيساعد المحتاجين واللي بيطلبوا مساعدته، هيك بيقولوا. هذا الشي بعرفه، شو كمان؟ شو كمان؟ ما بعرف شي غيره. بدي تسألي سيفدا وتعرفي منها، تسأليه عن كل شي والأخص عن أخو العلي الضايع. اسأليه إذا بتعرف عنه شي وبأسرع وقت. طيب ما في داعي للقلق أبدا، رح ساوي كل شي بقدر عليه، لأنه إذا كان هذا الشي حيساعدني. أنت رح تربحي من هالشغل أكتر ما بتتوقعي.
هدول حاليا بس. لا تاكل هم، أنا رح أعرف كل شيء. مستني أخبار منك. على القليل اشرب شاي. بلكي بعدين. اهلا فيك سيد خيري. شو القصة طيار؟ شو معناتها انك تبعت رجالك لحتى يجيبوني لهون؟ لو خبرتني كنت اجيت. الوضع بيستدعي هالشي خيري. وهلا اسمعني اخي، نحن قلنا لك دير بالك على رزقك، بس لازم تدير بالك عليه بطريقة صحيحة. اللي لشوف ليش عم تضرب النسوان؟ شو الظاهر استغلوا مشاعرك وعواطفك مو هيك؟ يا زلمي ليش ضل عندي مشاعر وعواطف ليستغلوني؟ طلع على حالتهم، ما اشتغلوا شغلهم مثل العالم. اجتني شكوى من زبون مهم عليهم. يعني قصدك انه ما كانوا عم يشتغلوا شغلهم منيح؟ فقمت انت ورحت تصرفت وضربتهم، صح؟ شو القصة طيار؟ شو بدك تعلمني كيف اشتغل؟ ولا لتكون حابب تستلم هذا الشغل عني؟ فيدات، شو الشغل اللي عم يشتغله هاد؟ أكيد ما قصده يقلك هيك طيار. فيدات، أنا قلت لك شو هو شغله؟ احكي. هو بيبيع نسوان. يعني هاد عم يقول لي انه انا عم فكر استلم هالشغل الوسخ عنه؟ هذا الحكي لي؟ احكي. انا بعتذر طيار، يعني ما كان قصدي هذا الشيء. اللي لشوف شو قصدك خيري. انا قصدي ما عم قصر بالشغل. وانا ما عم قصر بالشغل وبشتغل كتير منيح، بس أنا شغلتي هون إني نظف هالدنيا من العالم الوسخين. أمسع لك، عم تفهموا لك؟ أكرم، خدهن على الدكتور وعطوهن شوية مصاري، وخدوا جثة الوسخ من هون. يلا يا بنات